كلب ومراسل الإخبارية أنس رمضان ليضعنا بأجواء الاحتفالات. تفضل أنس. تفضل أنس، تسمعني أنس؟ نعم، تحية لكم زملائي مرة أخرى من مدينة حلب، ونحن نتنقل بطبيعة الحال من مكان لآخر لنرصد كل أجواء مدينة حلب، لا سيما بعد إعلان النصر في هذه المدينة الصامدة، المدينة الشامخة، المدينة التي صمدت وصبرت حتى نالت هذا الانتصار الذي جاء بفضل تضحيات الجيش العربي السوري وأيضا دماء الشهداء. إذن حلب تحتفل، حلب تنتصر، ويعلن النصر في هذه المدينة. وسأتحول، يعني أنا حاليا متواجد في حي العزيزية وأيضا بالقرب من هذه الشجرة التي أضيئت بين مينا الآن، وسأتحول إلى المتواجدين هنا. يعني أعلن النصر في مدينة حلب. هي حلب، وعدنا الرئيس، وعدنا بعيونه بحلب، ونحن أعلننا النصر ومنهدي النصر من حلب لرئيسنا وجيشنا، ولله يرحم كل شهداء. وزامن النصر مع عيد مولد نبوي وعيد المسيح، وهي شجرة النصر، ونحن نهدي النصر لكل سوريا الأسد، والله يديم الجيش. أعلن النصر بحلب. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. مبروك لحلب، مبروك لسوريا، مبروك للجيش العربي السوري وللقائد العظيم السيد الرئيس الدكتور بشار حافظ الأسد. سوريا انتصرت غصب عن الأعداء وعن الدنيا كلها، وحلب صمدت، وشعب حلب صمد وأثبت أنه نحن قادرين وواقفين وصامدين هون. وهي اليوم شارات النصر موجودة في كل حلب، الشعب كله سعيد وعم بيزلغط وطاير عقله بالنصر. وشكرا. مرحبا. مرحبا، اهلا وسهلا. حلب صمدت، حلب عانت وصمدت، واليوم عم تنتصر. الحمد لله بألف خير ان شاء الله. يا رب دايما عقبال كل سوريا يا رب. امين ان شاء الله تنتصر كل سوريا يا رب، قريبا جدا ان شاء الله باذن واحد احد. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله. يعني كما متواجدين هنا، مرحبا اهلا، بنهدي هالنصر لارواح الشهداء ولارواح المقاومه كلها. والله ينصر السيد الرئيس شفنا وعدنا حلب بعيونه. مرحبا. عانينا كثير بمدينة حلب، نحن كشباب ككبار كنساء ككل، واليوم انتصر. يعني اليوم 2017 ان شاء الله منعيد عيد كويس وكذا، وبعيد الرئيس معنا هون بحلب، ووعد انه يكون حلب بعيونه، وفعلا سيادة الرئيس بشار حافظ الاسد خالصة. يلا سوريا ان شاء الله. شو حابب تقول بهي الفرحة؟ هاي انتصرنا، والعيد العيد كلياتها صارت مع بعضها، عيد الفصح وعيد الميلاد اكيد كل الاعياد. ايه الحمد لله، وكلياتنا هيك مبسوطين وفرحانين، وان شاء الله يا رب هيك حلب كلها وسوريا ان شاء الله يا رب. اهلا، مرحبا. حلب صمدت وعانت وانتصرت بفضل الجيش. باذن الله وباذن كل شيء ضحى بارواحهم وبهمه قائدنا وجيشنا، بنحتفل بعيد النصر مع اعياد الميلاد لسيدنا المسيح وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا. المدينه التي كما ذكرنا. مرحبا عمو، كيفك؟ الحمد لله. شو حابب تقول اليوم؟ يعني ما بعرف، فرحتنا بالانتصار كثير حلوه يعني. مرحبا. شو حابين تقول اليوم مع هذا الانتصار واعلان النصر ايضا؟ الف مبروك لحلب ولسوريا كلها والجيش العربي السوري. اذا مبارك لكل مدينه حلب. اليوم يحق لكل السوريين ان يحتفلوا بهذا النصر في سوريا، في مدينه حلب، هذه المدينه التي كما ذكرت تعرضت الى اعنف الهجمات واشرس الهجمات التي حاولت من خلالها المجموعات الارهابيه المسلحه أن تدخل هذه المدينة، حاولت أن تخرب هذه المدينة، وأيضا حاولت بدعم كبير من الدول الاستعمارية من تركيا وغيرها، لكن بفضل الجيش العربي السوري وتضحياته بدأت مدينة حلب تعيش هذا الانتصار، الانتصار الذي سيولد مرحلة جديدة من إعادة الإعمار لهذه المدينة العريقة، لأقدم مدن التاريخ، لهذه المدينة الحبيبة كما يطلق عليها أبناء الشهباء. حلب، أعود إليكم على أن نعود أيضا ونستمر بهذه التغطية إلى ساعات الصباح وإلى يوم غد وبعد غد وبعد 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 غد. هذا إذن هو إعلان النصر هنا في مدينة حلب على أن يعم أيضا في كل الأرجاء. نعم. أرجاء سوريا الحبيبة، أعود إليكم. شكرا لك أنس رمضان، مراسل الإخبارية السورية في حلب. إذن نعم، إذن مشاهدينا، هذه أجواء الفرحة.
في حلب. هذه أجواء الانتصارات نتابعها مباشرة من حلب، حلب المنتصرة. وفي هذه التغطية ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور حسن حسن، الخبير العسكري والاستراتيجي. مساء الخير، مساء النصر دكتور.